مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وخبر جديد. اول شيء لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك، ولا تنسوا كمان تضغطوا على زر الاشتراك عشان توصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز والانستغرامرز بالوقت المناسب وبالمكان المناسب. ولا تنسوا كمان تضيفوني على انستغرام الخاص فيني، ولا تنسوا تضيفوا كمان انستغرام قناة كوك تي في. خلونا نبلش بالأخبار. أول خبر لليوم هو خبر عن شوق محمد. فشوق محمد عم تشارك هالأيام عدة ستوريهات من مكان معين، فالناس صارت تتساءل وين شوق وشو عم تعمل حالياً. حاليا شوق عم تعمل على فيلم سينمائي، يعني عندها كذا مشهد بفيلم سينمائي حيطلع بالسينما قريبا وحيشارك فيه تامر حسني. خلونا نشوف ستوري هات شوق ونرجع لكم. الخبر الثاني لليوم، نور ستارز ودكتورة خلود في تعاون. تخيلوا هالشي، عم يتعاونوا مع بعض مع ماركة عالمية اللي هي ماركة بينيفيت على مشروع جديد وشي جديد راح يطلع قريبا. لحد هلأ ما حدا بيعرف شو هذا هو المشروع، بس شاركت نور ستارز مع الدكتورة خلود ستوري على الانستغرام. خلونا نشوف الستوري حتى نفهم أكثر. اليوم عم نصور شي بجنن، تعرفوا عنه قريبا، مع القمر. يا روحي والله انتي القمر. خلود شخبار حبيبي؟ كثير كثير مبسوطين وعم نحكي متحمسين وتوصل من الشغل مع براند بطل مثل بنفت ومع الجميله حبيبي القويه اليوتيوبر الجباره نور. انتي اموت عليك والله، احبها 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 والله. لي الشرف ان الشغل يكون معك. ثالث خبر لليوم عمل ضجه كثير كثير كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي. فنارين بيوتي شاركت صورة لإلها وهي بالمستشفى، فصار الناس تتساءل هل نارين عملت عملية، هل نارين بالمستشفى حقيقة. في ناس قالت هذا حقيقة وتمنت الشفاء لنارين. فقناة كوك تي في تحررت عن هذا الموضوع، واللي اكتشفناه بالنهاية أنه هذا المستشفى موجود بتركيا، ونحن بنعرف أنه نارين بيوتي كانت من قبل أيام بتركيا. شايفين يعني هذا المستشفى بتركيا، يعني نارين بيوتي قبل أيام كانت بتركيا. وهذا المستشفى خاص بعمليات التجميل، عمليات زراعة الشعر وعمليات شفط الدهون، ورح تحكي على هذا الموضوع. فبعد ما نشرت صورة نشرت ستوري تاني كتبت فيه أنه بكرة رح تحكي عن هذا الموضوع ورح نعرف بالنهاية شو عم بيصير. هون نكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم ونهاية الأخبار. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك مشان تشجعونا على تنزيل الأكثر، وزر الاشتراك مشان توصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز والإنستغرامرز كمان أول بأول. أنا إياد، بشوفكم بفيديو جاي من فيديوهات قناة كوك تي في. باي باي.